السلام عليكم طالبات الصف الثاني المتوسط من ثانوية عشتار الأهلية للبنات، أهلا وسهلا بكم. اليوم سوف نكمل ما شرحناه في الدروس السابقة وهو علامات النصب والجر الفرعية. معكم مدرستكم السيد فرح فراس. طالباتي، تكلمنا عن العلامات الأصلية وأخذناها في حالة الرفع والنصب والجر والجزم، وكذلك تكلمنا عن العلامات الفرعية التي تخص حالة الرفع. الآن سوف نتكلم عن علامات النصب الفرعية. عندنا أربع علامات للنصب الفرعية وهي الألف والياء والكسرة وحذف النون. الألف والياء والكسرة وحذف النون. علامات النصب الفرعية هي الألف. الألف هي علامة نصب فرعية للأسماء الخمسة. الألف هي علامة نصب فرعية للأسماء الخمسة، مثل إن أباك رجل صالح. إن أباك رجل صالح، فأباك هو اسم إن منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة، فالأسماء الخمسة تكون منصوبة وعلامة نصبها الألف، وهي علامة للنصب الفرعية. الألف هي علامة نصب الأسماء الخمسة وتكون فرعية. ثانيا الياء. الياء هي علامة نصب فرعية أيضا، لكن تكون علامة نصب جمع المذكر السالم والملحق به، وكذلك علامة المثنى والملحق به. فجمع المذكر السالم والملحق به مثال على ذلك كانوا خاطئين. بسم الله الرحمن الرحيم، كانوا خاطئين، فخاطئين هو جمع المذكر السالم. أتى في موقع خبر كان، فخبر كان يكون منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ الياء. لماذا؟ لأنه من جمع المذكر السالم، فجمع المذكر السالم ينصب وعلامة نصبه هي الياء. وكذلك علامة المثنى والملحق به، فشاهدت الطالبين في الصف. شاهدت الطالبين في الصف، فالطالبين هو المثنى، وأتت منصوبة وعلامة نصبها الياء. لماذا؟ لأنها مثنى. إذن من علامات النصب الفرعية هي الألف، وتكون علامة نصب الأسماء الخمسة، والياء هي علامة نصب جمع المذكر السالم والملحق به، وكذلك علامة المثنى والملحق به. الكسرة وهي علامة فرعية لنصب جمع المؤنث السالم. العلامة الثالثة وهي الكسرة، وتكون علامة فرعية لنصب جمع المؤنث السالم. لذا صارت الكسرة هنا علامة فرعية. إذن العلامة الأصلية هي للنصب هي الفتحة، والفرعية لجمع المؤنث السالم هي الكسرة، مثل شجعت المتسابقات. شجعت المتسابقات، فشجعت شجع هو الفعل الماضي، والتاء هي تاء الفاعل، والمتسابقات أتت في موقع المفعول به، والمفعول به يكون منصوب، لكن إذ كان جمع مؤنث سالم فيكون منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. العلامة الأخيرة للنصب هي حذف النون. حذف النون تكون علامة نصب الأفعال الخمسة، وهي تقابل الفتحة، مثل يدرس الطلاب لينجحوا. يدرس الطلاب لينجحوا. لاحظوا يا طالبات، أين الفعل من الأفعال الخمسة؟ هو لينجحوا. دخلت عليه أداة النصب هي لام التعليل، فاللام هي أداة نصب. ينجحوا وهو الفعل المضارع المنصوب، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، فالأفعال الخمسة تكون منصوبة وعلامة نصبها حذف النون، وهي علامة فرعية. طالباتي، انتهينا من علامات النصب الفرعية. الآن سوف نتكلم عن علامات الجر الفرعية. لدينا علامتين
جر الفرعية وهي الفتحة، العلامة الأولى هي الفتحة، الفتحة هي علامة أصلية للنصب وهي علامة فرعية للجر، لكن تأتي في الاسم الممنوع من الصرف. الاسم الممنوع من الصرف تكون علامة جره هي الفتحة، الاسم الممنوع من الصرف تكون علامة جره هي الفتحة. فالممنوع من الصرف يا طالبات هو الاسم المعرب الذي لا ينون ولا يثنى ولا يجمع، لا ينون ولا يثنى ولا يجمع، مثل قوله تعالى: وقالت امرأة فرعون، وقالت امرأة فرعون. فرعون وهو أتى في موقع الجر فهو مضاف إليه، والمضاف إليه يكون مجرور، وعلامة جره الفتحة. لماذا الفتحة؟ لأنه ممنوع من الصرف، فقلنا أن الاسم الممنوع من الصرف تكون مجرور وعلامة جره الفتحة وهي علامة جر فرعية، الفتحة هي علامة جر فرعية. العلامة الثانية هي الياء، الياء هي علامة جر فرعية أيضا، تكون في الأسماء الخمسة وجمع المذكر السالم والملحق به والمثنى والملحق به. إذا الأسماء الخمسة عندما تكون مجرورة تجر بالياء، وجمع المذكر السالم عندما يأتي في موقع الجر يكون مجرور وعلامة جره الياء، وكذلك المثنى والملحق به عندما يأتي في موقع الجر يكون مجرور وعلامة جره الياء. عندنا الأسماء الخمسة، مثال على ذلك: اسمع كلام أبيك، اسمع كلام أبيك. فاسمع هو فعل أمر، وكلام مفعول به ومضاف، وأبيك يكون مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة. إذن الأسماء الخمسة تكون مجرورة وعلامة جرها الياء. ثانيا، جمع المذكر السالم والملحق به، مثل قوله تعالى: من المرسلين، من المرسلين. فمن هو حرف الجر، المرسلين اسم مجرور وعلامة جره ماذا؟ الياء. لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. ثالثا، المثنى والملحق به يكون علامة جره أيضا الياء، مثال على ذلك: سلمت على الجارين، سلمت على الجارين. فالجارين هو اسم مجرور وعلامة جره الياء، لماذا؟ لأنه مثنى، فمفرد الجارين هو الجار، فسلمت على جارين مثنى ويكون في موقع الجار، لذلك الجارين اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى. طالباتي، الآن سوف نشرح العلامات الجزم الفرعية. فعلامات الجزم الفرعية أولاً هي حذف النون. حذف النون وهي علامة جزم الأفعال الخمسة. إذن الأفعال الخمسة تكون مجزومة وعلامة جزمها حذف النون. مثال على ذلك وهو قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لا تقتلوا، لا تقتلوا. فاللا هنا أداة جزم، وتقتل هو الفعل المضارع المجزوم وعلامة جزمه ماذا؟ حذف النون. لماذا؟ لأنه من الأفعال الخمسة، لذلك الأفعال الخمسة تكون مجزومة بحذف النون. فلو حذفنا اللا تصبح تقتل تقتلون، ترجع إلى أصلها وهي من الأفعال الخمسة ثابتة النون، لكن عند دخول أداة جزم على الفعل المضارع كان من الأفعال الخمسة تحذف النون وتكون علامة جزمه هي حذف النون. العلامة الثانية من علامات جزم الفرعية وهي حذف حرف العلة، فحذف حرف العلة وهو علامة جزم فرعية. متى تكون علامة جزم فرعية هي حذف حرف العلة؟ عندما يكون الفعل المضارع صحيح الآخر يسبق بأداة جزم تكون علامة جزمه السكون، فالفعل المضارع إذ كان صحيح الآخر وتدخل عليه أداة جزم يكون علامة جزمه السكون، أما إذا كان الفعل المضارع معتل الآخر
أي ينتهي بالألف أو الواو أو الياء، فتكون علامة جزمه هي حذف حرف العلة. تكون علامة جزم الفعل المضارع معتل الآخر هي حذف حرف العلة. مثال على ذلك: لم ينس الطالب واجباته. لم ينس الطالب واجباته، فينسى هو الفعل المضارع المجزوم. مجزوم بماذا؟ مجزوم بحذف حرف العلة. فالأصل من ينسى بالفتحة هي ينسى بالألف، فدخلت عليه أداة الجزم جزمة هذا الفعل، وعندما يكون معتل الآخر تحذف حرف العلة، لذلك أصبح لم ينسى بالفتحة. عزيزاتي، إلى هنا انتهينا من شرح علامات الإعرابية الأصلية والفرعية. مع السلامة.